أهلا ومرحبا بكم إلى تفاصيل خبر الذي سوف نناقش فيه اليوم عن اعتقال إمام وخطيب مسجد الذهيبي بمديرية كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث اعتقل مسلحون يتبعون أمن عدن عصر اليوم الأربعاء إمام وخطيب مسجد الذهيبي بمديرية كريتر في العاصمة المؤقتة عدن. وقال مراسلنا إن عناصر من أمن عدن قدموا على متن سيارة سنتافي وباص هيس وانتشروا في الشارع أمام مسجد الذهيبي شاهرين السلاح في وجه الناس ومنعوهم من الاقتراب، واقتادوا الداعية باحويلث إلى سيارة مدنية غير مرقمة أثناء دخوله المسجد ليؤم الناس بصلاة العصر. ويعد باحويلث واحدا من أبرز الشخصيات الاجتماعية بمديرية كريتر خاصة والعاصمة المؤقتة عدن عامة، فهو أستاذ تربوي بثانوية لطفي جعفر، وإلى جانب إلى ذلك كونه إمام وخطيب بجامع الذهيبي بشارع الهريش بكريتر. وكان باحويلث قد تقلد مناصب عدة منها أمين عام المجلس المحلي بمديرية كريتر خلال الفترة الممتدة من عام 1993 وحتى 98، كما عمل أمينا عاما سابقا لجمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية. إذن مشاهدي الكرام، لتفاصيل هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف عبد الرقيب الهدياني الصحفي والمحلل السياسي. أسعد الله مساءك سيد عبد الرقيب، ونريد نسمع منك تفاصيل تلك الحادثة التي تم من خلالها اعتقال إمام وخطيب مسجد الذهيبي بمديرية كريتر. نعم أخي، عدن لا زالت تعيش هذا الفراغ الأمني وهذه الفوضى منذ 3 سنوات. القيادات وفطار الخطبة والمرشدين وأئمة المساجد اليوم يعني تم اختطاف الشيخ نضال باحويرث من مدينة كريتر من قبل مسلحين يعتقد أنهم تابعين لأفراد الأمن والحزام الامني بالذات. الاستاذ نضال باحويرث هو شخصيه اعتباريه معروفه في عدن، هو امين عام المجلس المحلي السابق في المديريه، وهو رئيس جمعيه الاصلاح الاجتماعي الخيريه التي بصماتها واضحه في عدن، وبالتالي الاختطاف يحمل بصمات هذه الجهات التي اغرقت عدن في الفوضى. تزامن اختطاف الشيخ نضال باحويرث مع محاولة اغتيال الشيخ العدي في المنصورة، وهو حتى الآن يعني في وضع خطير، ويعني بعد تعرضه لإطلاق رصاص من قبل الملثمين المجهولين. إذا خطباء عدن وأئمة عدن ومرشدي عدن بين الاختطاف وبين الاعتقال وبين الاغتيال والفوضى فطحا عدن، وتأخذ علمائها وعقولها والوجه المشرق فيها وإمة مساجدها وسط يعني صمت رسمي من قبل أجهزة الأمن التي تتحدث عن انتصارات وتتحدث عن يعني إلقاء القبض على خلايا إرهابية وأنها لها باع طويل في محاربة الإرهاب، ولكن لا زال القتل ولا زال الاعتقال ولا زال التضييق يجري على قدم وساق على هذه الشريحه المهمه في المجتمع العدني. عدن تغرق في الفوضى، تغرق في الدم، عدن تكاد ان تنعدم منها كل عوامل الحياه، ازمات في مختلف المجالات في الخدمات، ازمات في المرتبات، تعطيل البنك المركزي واحتجاز الاموال في الميناء. إذا عدن في وضع ليس طبيعيا، ولا ندري إلى متى هذا الصمت وإلى مدى هذا التواري عما يحدث في عدن من قبل الجهات الرسمية، من قبل الرئاسة، من قبل التحالف المعني بحماية والعاصمة المؤقتة والذي بيده الملف الأمني لهذه المحافظة. بالتالي هناك حالة رعب وحالة
حالة خوف تعيشها المدينة. سيد عبد الرقيب، هل هذه تتم بصورة قانونية أم أنهم مجهولو الهوية أم ماذا بالضبط؟ الأبيض الطويلة الموجودة في عدن هي لأدوات الأمن، لأدوات الحزام الأمني والأمن العام وبعض المسلحين المحسوبين على المقاومة أو المنضوين في إطار ما يسمى بجهاز مكافحة الإرهاب، وكلها أدوات يديرها التحالف مباشرة في عدن. في آخر رسالة وزير الداخلية وجه رسالة إلى التحالف بضرورة أن يتم التعامل الأمني وأن يتم يعني الملف الأمني عن طريق وزارة الداخلية، ولكن حتى الآن لم يستجب التحالف وهو الذي يدير الملف الأمني في عدن عبر هذه الأذرع، ولكن هذه الميليشيات التي تحمل صفة الميليشيات يعني حتى الآن لم تحقق لعدن أمنها واستقرارها، بل هذا هو الواقع. 3 سنوات من الفوضى، اليوم نحن أمام 23 خطيب تم اغتيالهم في عدن، نحن أمام 1250 قيادي أمني وعسكري ومواطن وشخصية سياسية في عدن تم اغتيالهم خلال 3 سنوات، هذا رقم مخيف ينبغي أن تتحرك له الأجهزة الأمنية. 3 سنوات والقاتل وممثلي الاغتيالات يمارسون هوايتهم في عدن بنفس الأدوات بنفس الآليات ويستهدفون نفس الشرائع، ولم يقدم حتى اليوم متهم واحد. الأمر مريب والأمر غريب، ويعني تجاوز الخطوط الحمراء، والحديث هنا يعني أكثر منه تصفية حسابات. هناك طرف يريد أن يصفي الملعب لصالح مشروعه، المشروع الآخر، المشروع اللاوطني، المشروع الصغير، المشروع الذي يتصادم مع مشروع الحكومة الشرعية، مشروع التحالف. وبالتالي ها هي عدن النموذج الذي كان يجب أن يقدم كنموذج للشرعية والمناطق المحررة، ها هي تغرق في الفوضى والقتل والاغتيالات. 3 سنوات تدمير ممنهج الوثائق ولا يوجد حلول. نعم. سيد عبد الرقيب، أيضا بالنسبة لردة فعل الشارع العدني بشكل عام، خصوصا أن تكون هذه المظاهر وإشهار السلاح بوجههم وإبعادهم حول هذه الجريمة أو عملية الاختطاف، ماذا عن ردة فعلهم؟ الشارع العدني كما هو معروف هو شارع مسالم، شارع ينزع إلى الأمن وإلى الاستقرار ويحب السلام. المواطن العدني لا يمكن أن يعيش إلا في إطار دولة وفي إطار مؤسسات فاعلة تحقق له الأمن والاستقرار والخدمات، وبالتالي 3 سنوات لا زال هذا المجتمع يعاني. يمكنك الآن أن تقرأ في وسائل الإعلام الصادرة عن عدن هذا الفزع وهذا الخوف وهذا القنوط الذي وصلوا إليه، يمكنك أن تقرأ حتى على الجدران بعض لغات الاحتجاج والرفض لهذا الواقع الذي تعيشه المحافظة. عدن تصرخ وتستغيث ولكن لا مجيب حتى الآن. عدن تبحث عن أمنها واستقرارها وترفض هذه المظاهر المسلحة وهذه الأذرع الأمنية والعسكرية التي تتنازع الملف الأمني. هذه الأذرع لدينا حزام أمني ولدينا أجهزة تابعة للأمن العام وأمن خاص ومسلحين وجهاز مكافحة الإرهاب، وكل يعمل في جزيرة منفصلة عن الآخر ووجد هذا الفراغ وهذا التداخل وهذا التضارب ومن خلاله انتشرت الفوضى. ولكن كل الجهود التي قامت بها الحكومه وكان اخرها خطاب نائب رئيس الوزراء لضروره تزحيم الاجهزه الامنيه تحت لافته او تحت اطار وزاره الداخليه وان تحتكر العنف حتى تحقق الامن والاستقرار، كلها رفضت من قبل التحالف ومن قبل الأطراف التي تدير المشهد الأمني في عدن. ربما تريد أن تستمر الفوضى ولا تريد لعدن أن تكون نموذج آمن مستقر للحكومة الشرعية
وهذا حال عدن. نعم سيد عبد الرقيب، أيضا ما السر باستهداف هذه الشخصيات سواء كانت الاجتماعية والسياسية وكذلك العسكرية الفاعلة في المجتمع؟ ما هي قراءتك لاستهداف مثل هذه الشخصيات في العاصمة المؤقت، كما تحدثت بأنها لابد أن تقدم نموذجا للحكومة الشرعية؟ يبدو أن هناك أطراف تريد أن تغرق عدن في الفوضى حتى ينشغل الناس بهذه المظاهر الأمنية وهذا القتل، ويتسنى لهذه الجهات أن تصنع مشروعها الآخر، المشروع الغير وطني على الأرض. يبدو أن هناك أطراف تريد أن تقتل وأن تسلب عدن عقلها والجزء المعتدل فيها، الجزء المتفتح فيها، وهم دعاتها وإلتها وأصحاب الخطاب المعتدل الوسطي. يبدو أن هناك أطراف تريد أن تنهي هذا الشق وهذا النوع من عدن حتى يتسنى لها أن تمضي بمشروعها المتطرف، المشروع الغير وطني، الغير وحدوي، المشروع الآخر الغير معتدل. لا يستفيد من قتل هؤلاء الخطباء ومن اغتيال واعتقال هؤلاء الأئمة المشهودين بالوسطية والاعتدال إلا التطرف، إلا الإرهاب. الإرهاب هو المستفيد، المتشددون هم المستفيدون، أصحاب المشاريع الصغيرة هم المستفيدون مما يجري اليوم في عدن. أشكرك جزيل الشكر الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، حدثنا عبر الهاتف حول أجنبة الاختطاف لإمام وخطيب مسجد الذهبي بمديرية كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن. أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الرقيب الهدياني.